تؤرق الكثير من السيدات ويمكن أيضا بعض الرجال وهي الهالات السوداء. يعني فطبقة الجلد الموجودة تحت العين تعد من أكثر المناطق الحساسة في الجسم، ومن المعروف أن الجلد في هذه المنطقة يتأثر مع التقدم في العمر، إذ ينخفض الكولاجين الذي يمنح الجلد المرونة والنضارة والتجدد. ونتيجة لذلك يعاني عدد كبير من الرجال والنساء من الهالات السوداء تحت العين، كما يمكن أن تظهر عند عدد من الأطفال أيضا. وتعود أبرز أسباب ظهورها إلى الحساسية أو بعض الأمراض الجلدية، وقد يلعب أيضا التدخين دورا في زيادة تصبغ الجلد، بالإضافة طبعا للتعب والضغط النفسي وقلة النوم. ولهذه الأسباب كثرت المنتجات التي تدعي معالجة الهالات السوداء، لدرجة أن الناس صاروا يعني مش عارفين يحددوا مدى فعالية هذه المنتجات المختلفة، بالإضافة للوصفات الطبيعية. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة فيكتوريا عنيني. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. بداية، لماذا تظهر هذه الهالات عند بعض الأشخاص بشكل مستمر ولا تظهر عند آخرين؟ لا، بشكل عام الهالات السود كل الأشخاص بيصابوا فيها، بس لما كل الناس بيصابوا فيها لما ما بيناموا، لما بيتعبوا، لما بصير عندهم ضغط نفسي، بس لما بيستمر عدة فترة طويلة وحتى لو كانوا نايمين في هالة سوداء، معناتها في مرض داخلي أو في سبب خارجي عم يضلوا يتعرضوا له، فلهيك لازم وقتها بيكون في علاج ضروري. طيب، نحن ذكرنا في باسل ذكر قبل قليل أهم الأسباب اللي تؤدي للهالات السوداء، ولكن في أسباب يعني أقل شيوعا؟ في أسباب، هلا أنت ذكرته، التعب والأرق والتدخين. طبعا هلا مثلا في مع العمر الهرمونات بتتغير، الكولاجين بيتغير، الشحم اللي بيكون حول العين بينقص، فبيصير في انخفاض فبيعطي هالة سوداء. بالإضافة للأمراض الداخلية، إذا حدا معه مرض بالكبد أو بالكلية كمان بيصير، فقر الدم ما لازم ننساه كمان بيعمل هالات سوداء. بالإضافة للأسباب الخارجية، هي اللي عنده إكزيما فبصير عنده حكة حول العين، فبيصير في تخريج حول العين فبيزيد السواد. بالإضافة للإكزيما التماس اللي بيحط مكياج غلط أو بيغسل وشه بطريقة غلط بغسول فبيزيد السواد. حتى المكياج. طب هل ممكن في أي حالة من الحالات يكون الموضوع غير مرتبط بمرض، أنه يكون جيني مثلا؟ طبعا في العرق الآسيوي والعرق الإفريقي هو عندهم هالات سوداء أكثر، في عندهم تصبغ بهالمنطقة حول العين أكثر، فبنعالجهم بكريمات مبيضة خاصة لإلهم. حتى الجي اللي بسبب الجينات ممكن هو يتعالج طبعا. والوراثي إلى دور، فبنلاحظ في ناس مثلا بنلاقي العيلة كلها عندها هالات سوداء حول العين. طيب، البيئة تأثر على يعني الهالات السوداء، مثلا لو حد ساكن في منطقة جافة؟ طبعا، لأنه حول العين هو عبارة عن جلد وأوعية وشحم، فمثلا الجلد هو أرق منطقة بالجسم هي تحت العين، فإذا تعرض لجفاف بده يتعرض بالإضافة لاحتكاك لحكي، وبده تسمك المنطقة وتصير داكنة أكثر، لذلك لازم يشربوا مية كتير. طبعا نشرب مياه كتير، وبالإضافة للترطيب المستمر للمنطقة حول العين وإزالة المكياج، هاي طبعا تعليمات. وده معناه أنه خصوصا في رمضان الواحد لازم يشرب مياه بالليل، عشان أنا عانيت من الموضوع ده امبارح، ما شربتش مياه على السحور ودلوقتي بعاني منه وأنا صاحي. فشرب المياه في رمضان يا جماعة خصوصا قبل ما تناموا. طيب، العلاج، نتكلم على أبرز الطرق والوسائل المستخدمة لتخفيف الضرر إن لم يكن إزالته تماما. هلأ أول شيء لازم نحدد السبب، وحكينا على الأسباب بشكل عام. بعد ما حددنا السبب بنتعالج على أساس شو هو السبب. يعني اللي عنده سواد بسبب الإكزيما لازم نعالج الإكزيما، اللي عنده سبب فقر الدم لازم نعالج الأسباب الداخلية. هلا اذا عالجنا كل الاسباب الداخليه وفي سبب كثير اساسي نسينا نحكيه، هي احتقان الجيوب. لما بيكون تنفس بالليل غير نظامي فاجباري بده يصير سواد حول العين، فهي كثير من بيعانوا من الصبايا اللي عندهم انحراف وتيره او عندهم تحسس بجيوب دائم. هلا العلاج، في طرق كثير علاج، مثلا اللي عندهم تعب او تنفس غير نظامي او في ركود دمويه حول العين، فبنستخدم الجهاز كاربوكسي وهو يحقن CO2 بمنطقه حول العين،
بنبه هاي المنطقة لزيادة الترويف، فهي بتساعد، بس مشكلتها أنه نتيجتها مؤقتة، بدها تكرار دائم. بالإضافة للفيلر تحت العين، هلا نازل آخر فترة فيلر خاص لتحت العين، خصوصا بعد العمر معين اللي بيضعفوا كتير، فبصير عندهم غؤور. هذا الغؤور ما فينا نعالجه غير بالفيلر، هو فيلر خاص خلال ربع ساعة بنلاقي المريضة بتشفي تماما من السواد حول العين. يعني نتيجة سريعة، نتيجة فورية، مفيش أثار جانبية. أثار جانبية هي أثار حقن الفيلر مثلا، بيجوز حدوث كدمات خفيفة بس بتروح خلال يومين. طيب يعني البعض يتكلم أنه أحيانا تكون هذه الهالات السوداء مؤشر لخطر في صحة الإنسان، خطر كبير. هلا نحن أول ما بنطلع للشخص بتسلم عليه، حول العين هي اللي بتدل على صحة الشخص، فإذا ما كان نايم بتشوفي، إذا كان عنده فقر الدم فورا بيبين، إذا عنده ضعف بكل جسمه أول شيء بيتأثر حول العين، فهو دليل على مرض. إذا استمر هالات السوداء، يعني بتجيني مريضة بتقول لي أنا نايمة طول الوقت ومع هيك في هالات سوداء، فدايما نطلب لها أول شيء تحاليل. طيب في ناس بتعمل يعني بعض العلاجات المنزلية، في ناس تحاول تعمل خيار مثلا يحطوه على عينيهم، أو الشاي، كاس الشاي اللي هي التي باج، في ناس تانية ممكن تحاول تحط تلج مثلا. هي ما أنا غلط. هلا انت ذكرت التلج بيقبض الأوعية، فهني بيعتبروا انه هي كلها انه شو سبب السواد، هي الاوعيه الدمويه تحت الجلد، لانه الجلد هون كثير رقيق فبيشف، فعند وجود ركود دموي فهني استخدموا الشاي لانه في ماده الكافيين كمان، يعني بحطوا قهوه. فالمشكله انه هاي عيارات قد ايه عم تحط، لا في كريمات خاصه لهالمنطقه، والافضل انه الطبيب هو اللي يختار الكريمات، لانه احيانا مثلا بيجوني مريضه مستخدمين حتى كريمات من الصيدليه بس صار اكزيما تماس من ورق استخدام هذا الكريم. هلا بدي اذكر مثلا غسول الوش، اللي بيغسل وشه وغسول الوش نفسه بيحطه للعين بيجوني اكزيما تماس بشكل دائري والجلد كثير سميك، لما بستشيرهم بسالهم انه شو صار، بيكون نفس غسول الوش عم يحطوه حول العين ويفركوا عينه، فالجلد بصير رد فعل بيسمك وبصير غامق. فحول العين بدها عناية خاصة، بدها مزيل مكياج خاص حول العين، بدها غسول خاص حول العين. طيب شن هي الطرق لتعويض الكورتيزون اللي هو يقل مع تقدم في العمر؟ الكولاجين. يعني الكولاجين في عدة طرق، ذكرت منها الكربوسيل، ذكرت منها الفيلر، في طرق مثل ميزوتيربي، ميزوتيربي بنحقنها حول العين، في طرق ميزوتيربي فيها هارنيك أسيد، إبرة نضارة خاصة كمان بنحقنها حول العين، فينا نستخدم الليزر، فينا نستخدم عدة بي آر بي اللي هي البلازما، أي شيء بنشط يطلع كولاجين جديد بنستخدمها حول العين. طب تأشير أحيانا بنضطر نعمل بيلينج بس خاص طبعا وتحت إشراف طبيب لحول العين، فهذا بيحرك يطلع كولاجين جديد. طب هل في أكل معين ممكن هو يساعد في الموضوع ده؟ أنا في واحد صديق لي قال موضوع الكوارع، كوارع مليانة كولاجين أول مرة نسمعها، هتساعد البشرة. هلا هي الأكل بشكل عام، هو لما بيكون الأكل هيلثي فورا بيبين على الوجه، ففورا بيعطي نضارة، فورا بيتحسن كل الوجه بيتحسن، حتى أنا فورا بنتبه للمريضة بقول لها أنت مدخنة بشكل شديد، ففورا بيبين عليه، بين عليه من الإرهاق ببشرته وحول العين، حتى من اللون، من لون البشرة، من اللون كله بيبين. يعني تغذية صحية بشكل عام، تغذية صحية كوارع طبعا مش كوارع. شكرا لوجودك معنا، أخصائية الأمراض الجلدية دكتورة فيكتوريا عنيني، شكرا لك. وبعد قليل مشاهدينا وقفتنا مع الدراما الرمضانية والمسلسلات البدوية الأردنية.